نتمنى رقم 4. أعطت دراسة إحصائية حول عدد الأهداف التي سجلها فريق لكرة القدم خلال 15 مقابلة، النتائج التالية. وحدكم السؤال الأولي، أعطي جدولا للحصيصات والحصيصات المتراكمة. إذا جدول ديال الحصيصات والحصيصات المتراكمة، هما كتبوا جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة، كيكون فيه ثلاثة الأمور. كتكون الميزة وكيكون الحصيص وكيكون الحصيص المتراكم. انت ترسم بالمسطرة يا ولدي ولا بنتي، رسمو بالمسطرة. أو شحال عندنا تاع الميزات؟ كاين صفر، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. أربعة الميزات، يعني إما صفر ما سجلت هدف، وإما واحد الهدف، وإما زوج، وإما ثلاثة الأهداف، وإما أربعة الأهداف. شحال من مرة سجلوا واحد صفر هدف؟ واحد، زوج، ثلاثة مرات. شحال من مرة سجلوا واحد هدف؟ واحد، جوج، جوج مرات. شحال من مرة سجلوا جوج أهداف؟ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. شحال من مرة سجلوا ثلاثة الأهداف؟ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. شحال من مرة سجلوا أربعة الأهداف؟ واحد، زوج، زوج. خصني مجموعة يكون 15 وصاي، ثلاثة وزوج، خمسة على تسعة وستة، 15 يعني. حصيصات المتراكمة كان هو ثلاثة، ثلاثة زائد جوج، خمسة، خمسة زائد أربعة، تسعة، تسعة زائد أربعة، 13 زائد جوج، 15 مباراة اللي تلعب، صحيح؟ إذا هذا هو جدول الحصيصات المتراكمة. السؤال جوج، لو كان قال لي المنوال، شنو هو المنوال؟ هو الميزة التي لها أكبر حصيص، يعني المنوال يكون جوج منوال، كيكون الزوج والثلاثة، لأن عندهم أكبر حصيص، صحيح؟ وكاين القيمة الوسطية وكاين، دوك راجعوا الدرس وغادي تفهموا مزيان داك الشيء. حنا دابا هاد التمرين عطاونا فيه رجع أسئلة، وحسب معدل عدد الأهداف ولا المعدل الحسابي؟ معدل هدف هو سموها عام ولا كي ولا هدف، هذا زائد هدف هذا زائد هدف هذا زائد هدف هذا زائد هدف هذا على هذا، ثلاثة في صفر زائد جوج في واحد زائد أربعة في جوج زائد أربعة في ثلاثة زائد جوج في أربعة على الحاصل الإجمالي اللي هو 15. ونعود 3 في 0 0 جوج في 1 زوج، دائما سبقية الضرب 4 في 2 8 نضرب عاد نجمع ونقسم 4 في 3 12 جوج في 4 8 إذا نجمعوا 10 20 30 على 15 إذا تساوي 30 على 15 تساوي جوج. إذا المعدل ديال الأهداف هو جوج أهداف في كل مقابلة. إذا تلاقوا في 85 ولا فوق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا. إلى اللقاء.